الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته من الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مشاهدين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج قراءات في كتب السنة، وبسندنا المتصل إلى الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني تحويل قال: حدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له، قال: أخبرنا علي بن مسهر، أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: كان إحدانا، وعرفنا التذكير في قوله كان إحدانا ولم تقل كانت، ليكون مرجع أو مرد الضمير إلى الشأن وليس إلى المرأة. كان إحدانا إذا كانت، أي المرأة، حائضا، أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتأتزر في فور حيضتها. كلمة فور يعني في شدة حيضتها، أي عندما تكثر أو يكثر دم الحيض، يعني ليس في بداية الحيض وليس في نهاية الحيض، فور الحيض. شوف الشيء لما يفور، يفور بمعنى يربو، يفور بمعنى يربو، بمعنى يكثر، بمعنى يكثر. يبقى المقصود من كلمة فور حيضتها أي في المرحلة التي تشتد فيها أو يشتد فيها الحيض أو تدفق الدم، دم الحيض، في فور حيضتها ثم يباشرها. وإحنا عرفنا طبعا الحكمة، ولا أجد نفسي في حاجة إلى إعادة الكلام حول ما أسلفناه قريبا. ثم يباشرها قالت، ودي الجملة دي زيادة لم ترد في الرواية السابقة أو في الحديث السابق، قالت أي عائشة رضي الله عنها: وأيكم، وهذا على سبيل الاستفهام الإنكاري، استفهام إنكاري، أيكم يملك إربه؟ احنا قلنا الإرب بكسر الهمزة مع سكون الراء هو العضو، عضو الإنسان، وهذا هو المشهور عند معظم المحدثين، ولكن الخطابي ذهب إلى ترجيح رواية ليست بمشهورة اللي هي أيكم يملك عربه، بفتح الهمزة مع الراء، مع فتح الراء، والأرب الحاجة، أي أيكم يملك حاجته، ولكن الصحيح الراجح والمشهور هو إربه، أيكم يملك إربه، أيكم عنده القدرة في أن يمتلك نفسه أو أن يمتلك شهوته فلا يضعها إلا في مواطن الحل، في مواطن الحل، يعني لا يجامع مثلا امرأته وهي حائض، لا يجوز، لا 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 يجامعها في غير الموضع، موضع الحرث، فأتوا حرثكم أن شئتم، الحرث اللي هو موضع الإنجاب، موضع الإنجاب، فأتوا حرثكم أن شئتم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان أملك لإربه من كل الناس، أيكم يملك إربه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. عشان كده قلت في اللقاء السابق ان احنا ما ينبغي ان نقف عند يعني صورة الامر، وانما ينبغي ان ننظر الى تعلق هذا الامر بمن، هذا الامر متعلق بمين، متعلق بشخصي انا، متعلق بشخص اي انسان، لا، ده متعلق بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحنا عارفين ان الانبياء او الرسل عامة عليهم سلام الله، يعني لو حدثت منهم اشياء ما ينبغي ان احنا نحملها، زي سيدنا سليمان،
لما كان يعني قالوا انه شغل بالخيل وبحب الخيل حتى فاتته صلاة العصر مثلا او شيء من هذا القبيل. لا، ده سيدنا سليمان بيأكد ان حبه للخيل لم يكن عن غفلة، اني احببت حب الخير، أي حب الخير عن ذكر ربي. حب الخير، كلمة حب هنا مفعول مطلق، يعني ما قالش اني احببت الخير او الخيل، بل قال احببت حب الخير، مفعول مطلق. حب، احببت حب، حب ايه؟ شوف الدلالة في الاضافة بقى هنا، حب الخير اي لم يكن حبا يعني مبنيا على العبثية، يعني انا مش انسان ارعن ولا اهوج ولا انسان مع يعني لا اهتم بالوقت، لا، احببت اي اشتغلت بهذه الخيل واحببتها حب الخير، علاوة على كده عن ذكر ربي، اي لم يكن اشتغالي بها عن غفلة، بل كان اشتغالي بها عن ذكر وحضور وليس عن غفلة. فانظروا الى هذه الآية وامثالها كتير بالنسبة للانبياء. يبقى اذا كل ما يتعلق لابد ان نجتهد. انا لست مطالبا وليس غيري مطالبا بان احنا نؤول المواقف لأي إنسان إلا من باب حسن الظن، من باب حسن الظن، وخصوصا إذا كان هذا الإنسان يعني معروفا بدمثة الخلق أو معروفا بالحياء أو شيء. إذا كان معروف بالحياء ومعروف بالأخلاق، يبقى لابد لو صدر التصرف بتاع، لابد إن احنا نحمل هذا التصرف على ما يتفق مع ما طبع عليه هذا الإنسان. طيب، لكن مع ذلك أقول يتعين علينا أن نبحث عن الوجه الصحيح أو الوجه اللائق، وخصوصا في المواقف التي تنسب إلى الأنبياء والرسل، نبحث إيه الوجه اللي يتفق مع ما طبع عليه صلى الله عليه وسلم من الكمال أو من الأخلاق الكريمة. هكذا الأمر. فهذا معروف، أيكم يملك إربه، استفهام إنكاري، أيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. وهذا تأكيد على ما ذكرته من أن النبي عليه الصلاة والسلام وإن شاركنا في بعض الأشياء، زي ما اتكلمت عن البشرية مثلا، اتكلمت عن بشرية رسول الله، وقلت بعبارة، في عبارة مختصرة كده، قلت إيه؟ هل يلزم من كونه صلى الله عليه وسلم بشرا مثلنا من وجه بمقتضى قوله قل إنما أنا بشر مثلكم، هل يلزم من كونه بشرا مثلنا من وجه أن نكون نحن مثله من كل وجه؟ لا يلزم، مع ما بينته من المعنى الصحيح لهذا النص الكريم من سورة الكهف، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وبينت إن هنا مش المقصود من المثلية في قوله إنما أنا بشر مثلكم، ليس المقصود التسوية أو نفي الخصوصية عنه، إنما المقصود ما أشارت إليه دلالة الحصر في الموضعين. عندنا دلالة الحصر اللي هي لفظ إنما، لفظ إنما ورد في موضعين في الآية، ورد في جانب البشرية قل إنما أنا بشر مثلكم، يوحى إلي، يوحى إلي ماذا؟ أنما، دلالة حصر أخرى، أنما إلهكم إله واحد. يبقى إذن لما جاءت أو قوبلت دلالة الحصر في جانب البشرية بدلالة الحصر في جانب الألوهية، دل ذلك على أن الحصر لم يرد هنا لنفي الخصوصية، بل لنفي الألوهية بمقتضى دلالة الحصر في جانب الألوهية. أنما إلهكم إله واحد، أي لست إلها بل أنا بشر. يبقى إذن تقرير البشرية هنا من أجل نفي الألوهية عنه، لا من أجل نفي الخصوصية، بل تظل الخصوصية ثابتة له بأدلتها من الكتاب والسنة. بعد الفاصل سنواصل. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة، وهي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض،
أكرر الكلام. الجملة دي وهن حيض دي بنسميها جملة حالية، جملة يعني الواو والحال، وهن أي حال كونهن حيض. أكرر الكلام، هل كانت هناك حاجة أن يفعل صلى الله عليه وسلم هذا، أو هل بلغ بنا الوهم إن إحنا نسيء الظن في رسول الله إن هذه حالة غير طبيعية، أو حالة يعني أنا لا أستطيع أن أصرح. لكن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها بل جلها تحمل تشريعات للأمة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في فعله شيء من يعني شيء نعتبره شاذ أو غير طبيعي. ليه؟ لو كان في تصرفه أو في مواقفه أو في أفعاله شيء نستطيع ان احنا نصفه والعياذ بالله بانه يعني امر شاذ، لما استقام هذا الوهم مع قول ربنا تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ربنا يجعلنا أسوة في شخص يعني متهم في بعض الأشياء. وأنا لو مدحت زيد من الناس، لا أستطيع أن أمدحه إلا بما أعلم، لا أستطيع أن أمدح هذا الشخص إلا بما أعلم، وقد أمدحه بأشياء أعلمها، وقد يخفي عني وعن غيري أشياء كثيرة تعتبر في حقه سبة، وفي حقه يتمثل ثلمة. لكن ربنا لما يمدح في حاجة غايبة عنه، أنا مدحت فلان قلت فلان كريم، فلان معطاء، فلان حليم، فلان عف اللسان، فلان عفيف البصر مثلا، مدحته بالشيء اللي نعرفه. إنما ممكن تكون في أشياء غايبة عندي كتير، إنما ربنا بقى لما يمدح في حاجة تغيب، في حاجة غايبة عنه. لما يمدح النبي في قوله وإنك لعلى خلق عظيم، شوف التعبير هنا، الواو بنسميها واو القسم، وثم يأتي بعد القسم التأكيد بإن وإن وإنك، ثم التأكيد باللام لعلى، ثم التأكيد بعلى. وعلى تفيد إيه؟ مش الاستعلاء بس، مش بمعنى أنك مستعلي على الخلق، لا، هذا المعنى مرذول لما نقول وإنك لعلى يعني مستعلي على الخلق، لا، ولكن على تفيد إيه؟ الطبع. تفيد الطبع يعني إيه؟ يعني كأن المعنى وإنك لمطبوع على خلق عظيم، وإنك لمطبوع مجبول مفطور على خلق عظيم. طب ده كلام مين؟ كلام ربي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نسمع الآيتين دول ونيجي أتصور إن النبي بيعمل حاجة أو له تصرف شاذ، حاشاه بأبي وأمي. ما ينبغي أبدا أنا كمسلم أو غيري كمسلم أو مسلمة، ده لو خطر ببالي هذا التصور ثم اطمأننت إليه أو انشرحت له أو سكنت إليه، تبقى دي مشكلة، مشكلة في ديني، مشكلة في ديني. تبقى أنا أخاف على نفسي الخروج من الملة، وأخاف على نفسي سوء الخاتمة والعياذ بالله، أن أظن بالمعصوم شيئا من السوء، أو أقول إن هذا يعني ما تحكيه السيدة مأمونة ده صورة غير مقبولة أو غير طبيعية. لو أنا قلت الكلام ده أو غيري من المسلمين قال الكلام ده يكفر، يعني زي الرجل ذو الخويصرة ده اللي جه للنبي ووقف، والنبي كان بيقسم مال على الناس، وقف للنبي قدام منه كده، وقف عاوز ياخد من القسمة دي،
واقف قدام النبي ما عطلوش، عطل غير جه على يمينه، جه على عمال يتنطط يمين شمال قدامه عشان يديله، وتكون النهاية شوف ازاي يبص للنبي يقول له يا محمد اعدل. الكلام ده في الصحيح، خلي بالكم، يقول له اعدل. واحد زي ذو الخويصرة، رجل بدوي، يقول للنبي اعدل. وفي رواية تانية يقول له ايه، والله انها لقسمة ما اريد بها وجه الله. يعني كمان الطعن مش بس في القسمة، ده الطعن في نية رسول الله. لان لما انت تقول ما اريد بها وجه الله، يعني نيتك مش خالصة فيها لوجه الله. كانوا بيقولوا كده، كانوا بيقول للنبي كده، نيتك مش خالصة. انما لو كان عطاله، وشوف ربنا بيقول ايه، ومنهم من يلمزك في الصدقات. حتى ربنا عقب عن الموقف ده وامثاله، ومنهم من يلمزك، واللمز والغمز يعني طعن، بمعنى الطعن، يلمزك في الصدقات. طيب ليه بقى؟ فان اعطوا منها رضوا، وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. شوف الملحظ اللي انا خدته من الايه دي، كمان في ملحظ جميل، ملمح جميل في الايه. ليه ربنا ما قالش فان اعطوا منها رضوا وان منعوا سخطوا او اذا هم يسخطون؟ ليه ما ذكرش المنع وكرر العباره تانيه، مع ان يمكن تكرير العباره بعض الناس يقول لك ده دي ركاكه في الاسلوب، يعني ما تكرر العباره، طب ما تجيب البديل المقابل، يعني تقول ايه، فان اعطوا منها رضوا وان منعوا اي حرموا اذا هم يسخطون. ليه ما قالش منعوا؟ لا، قال لك لا، عشان ما تفكرش ان عدم عطاء النبي منع، ما تحملوش على انه منع، ما تحمله على انه ايه، ما دام لحكمه ما يبقاش منع. لان النبي يعطي بحكمه ولا يعطي بحكمه برضك، انا مش عاوز اقول ويمنع بحكمه، ما هو من اسماء الله المانع. ربما منعك الله عطاء انت طالبه، ربما منعك ليمنعك، لأن اسم المانع بيحمل معنى منع رفده، أي حبس رفده لم يعطي. والمانع أيضا بمعنى العاصم، المانع بمعنى العاصم، فربما منعك عطاء منعك به شرا، أي عصمك به من شر، عصمك به من شر. ناخد بالنا من الحتت دي، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها، شوف كرر هنا، قال إن لم يعطوا منها، ولم يقل إن منعوا، لأن عدم عطاؤه لا يسمى منعا، لا يسمى منعا. فهكذا اقدروا للنبي قدره. بعد الفاصل نواصل. إذا عندما نسمع أو حينما نسمع أو نقرأ قول السيدة ميمونة، وهي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض، عندما نسمع هذه العبارة ينبغي أن نعظم الشأن في جانب رسول الله، عظام الشأن. لأن أنت لا تستطيع أبدا، إذا كنت تحب شخصا، تحب شخص وكان حبك له حبا صادقا، لا تستطيع أن توجه إليه شيئا من الظن أو تهمة. ولذلك أنا بقول إحنا شاهدنا في الأيام اللي فاتت دي، وما زال الأمر قائم، حالات من الارتداد أو حالات من الإلحاد، شباب ألحد. الإلحاد معناه إيه؟ تنكب سبيل الحق أو سبيل الإسلام، ألحد انحرف يعني، ومنه اللحد في القبر بيبقى في الجنب، يعني الخروج عن ال. عندما قرأت قوله تعالى في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قلت التقابل ده لابد يكون في حكمة. ليه ما قالش التقابل يعني إيه، بمعنى إيه، إن الارتداد يقابله إيه، الثبات على الحق، مش كده، ده مرتد وده ثابت على الحق. ليه ما قالش من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يثبتون على الإيمان أو يؤمنون به؟ ليه قال يحبهم ويحبونه؟ قلت خلي بالك
لأن هو وإن لم يأتي بالمقابل لكنه أتى باللازم، اللازم اللي إيه بيمنح الإنسان الثقة والثبات على الحق. لا يمكن أبدا أن تجد شخص تحققت له محبة الله العليا يحبهم ويحبونه وتجد يزيغ عن الحق أو ينحرف. فإذا أتى بالوصف الذي يدعم جانب الثقة في الله، يحبهم ويحبونه، ما قالش فسوف يأتي الله بقوم يؤمنون به، زي في البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ما قالش يعبدونهم، بل قال يحبونهم كحب الله. ليه؟ لأن هو الحب اللي بيعطي الثقة في من تحب. أنت بتحب شخص، يعني بصرف النظر عن حبك لرسول الله أو لله، أنت بتحب شخص، هل تقبل فيه كلام مش كويس؟ أنت بتحبه حب صادق، ليك صديق، ليك صاحب، يعني من الصغر صديقك بتحبه وهو بيحبك، هل ممكن تقبل فيه كلام مش مظبوط؟ لا يمكن. إذا الحب داعم، الحب داعم للثقة. عشان كده لم يقل من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يؤمنون به أو يثبتون على الحق، بل قال يحبهم ويحبونه. فلو كان عند الشباب دول اللي ارتدوا والحدوا، لو كانت صلتهم بالإسلام وبالشريعة من باب الحب الصادق والتعلق الصادق، ما كانش أبدا يتزلزلوا لهذه الشبهات أو ينحرفوا. إنما انحرافهم دليل على أنهم لم يكن عهدهم بالشريعة أو لم يكن لهم عهد بالشريعة، وكانت المسألة عادية والشريعة دي بالنسبة لهم ولا حاجة. إنما لو كان في محبة كانوا ثبتوا على الحق، كان يبقى لهم الرسوخ. عشان كده أنا بقول ما فيش إنسان ينحرف عن المعتقد الصحيح أو عما يجب في حقه صلى الله عليه وسلم من الاعتقاد بالكمال أو الاعتقاد بالعصمة أو الاعتقاد بأنه مطبوع على الكمال الفطري. لا يمكن يتحقق ده إلا إذا كانت لنا صلة به، وهذه الصلة يكون أساسها إيه؟ التعرف على معالم اصطفاء الله له، والتعرف على ما طبعه الله عليه من المكارم، من مكارم الأخلاق. اللي يعرف النبي مش ممكن أبدا يملك إلا أن يحبه، بل أن يفديه بنفسه، بل أن يفديه بنفسه. الصحابة كانوا يقولوا فداك أبي وأمي. ليه؟ لأنه شاهدوا، عرفوه، تعرفوا على الأخلاق الكريمة، القيم، المثل، الإنسانية، الإنسانية العجيبة، الرحمة، معالم الرحمة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد التعرف ده ممكن تكره؟ لكن عشان شبابنا ما كانش له عهد بالكلام ده كله، لا عرف النبي ولا تعرف على أخلاقه ولا على مواقفه ولا على ما طبعه الله عليه، وخد الكلام عن رسول الله من خلال مين؟ من خلال أعدائه. وده شيء غريب، شيء غريب إنك أنت تصدق عدوي فيا ولا تصدق ما تعلمه عني أنت. ولذلك قلت من الحماقة، من الحماقة إن الإنسان يترك يقين ما يعلم لظن الآخرين. أنا صاحبك بقالي 20 سنة وما علمت منك أو عنك إلا كل خير، أترك يقين ما أعلم، أترك يقين ما أعلم وأخذ كلام الغير، أخذ ظن الغير؟ يجي لي واحد يوسوس لي، يجي لي واحد يذم لي فيك، أصدقه وأترك يقين ما أعلم فيك؟ هذه حماقة مش جهل، حماقة أن يترك المرء يقين ما يعلم لظن الآخرين. وأنا أعلم أن الآخرين يحملون الأحقاد والضغائن والدمن، أعلم ذلك ثم أقبل منهم. ولذلك يقول الشاعر: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهمي. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهمي. أسأل الله لي ولكم في نهاية اللقاء
السلامة والعفو والعافية، وأن يطبعني وإياكم على هذه الأخلاق الكريمة، وأن يجعلنا نماذج حية نعبر عن حقيقة الأمر في شخص نبينا صلى الله عليه وسلم وفي شخص إخوانه من الأنبياء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.